طول انه الشعبيه بتاعت اللعبه كمان غالبا هتزيد بشكل كبير جدا. معايا عبر الهاتف الان الكابتن اميره يوسف مديره اكاديميه النادي الاهلي للكره النسائيه. يا فندم مساء الخير وبهنيكي على هذه الخطوه وبهني النادي الاهلي بهذه الخطوه العظيمه. مساء النور استاذ كريم، ومبسوطه بالمداخله دي. لسه اعلنا هو الخبر النهارده والله يبارك فيك. طبعا دي حاجه احنا كلنا سعداء بيها، كنا بنتمناها من واحنا بنلعب، والحمد لله ليا شرف وليا الحظ الاكبر ان انا اكون متواجده في حدث كبير وحدث تاريخي بيحصل لاول مره في الكره النسائيه، حاجه احنا كلنا فخورين بيها بصراحه. النهارده الخبر انا مش عايز اقول لك قد ايه بسطني وقد ايه اسعدني، وكنا قبل كده مع بعض اتكلمنا في هذا الامر ان النادي الاهلي ربما يكون تاخر، بس مش مشكله ان هو تاخر وجاء في الوقت المناسب. تاخر شويه، احنا دايما بنستنى من النادي الاهلي الرياده وبنستنى من النادي الاهلي انه ياخد خطوات سريعه، وزي ما قلت قبل ما حضرتك تخش معايا النادي الاهلي عاده بيتحرك والباقي بيتحرك وراه، فالاهلي تحرك اهو، ودي فرصه عظيمه جدا للكره النسائيه في مصر بشكل عام. الحمد لله الحمد لله، هي كل حاجة طبعا بوقتها. وطبعا نادي كبير زي النادي الأهلي لازم بيكون ليه حسابات مختلفة، بيكون ليه رؤية مختلفة، وإن شاء الله أكيد ما نكونش تأخرنا كتير. بس هو الموضوع التحضير بس طبيعي بياخد وقت شوية علشان في الآخر نلاقي برودكت كويس يليق باسم الأهلي يعني. عظيم. طيب أنا عايز بقى حضرتك تقولي تفاصيل أكثر عن هذه الاختبارات، لو في بنات دلوقتي بيتفرجوا علينا مهتمين بالكره النسائيه مهتمين طبعا باللعب او الاشتراك مع النادي الاهلي يفهموا اكتر التفاصيل. انا عندي بس تعليق قبل ما اتكلم على موضوع الاختبارات. احنا الفكره بس ان انا كنت حابه انه زي حضراتكم كده مثلا بتعلنوا عن اختبارات او بتعلنوا عن انشاء بعد ما المواقع الرئيسيه اتكلمت، المواقع الرئيسيه بتاعت الاهلي اتكلمت في ده بشكل رسمي. لان انا الفتره اللي فاتت حزنت جدا جدا، سمعت شويه اخبار غريبه ان احنا هنعمل فريق اول، وان احنا بنتكلم مع مدرب مشهور، وان احنا بنتعاقد مع لعيبه من توت عنخ امون، وان احنا وكلام وبلبله رهيبه. وطبعا ده عمل مشاكل مع لعيبه في نوادي، وده ما حصلش تماما. احنا نازلين فرقه عاديه جدا، فريق ناشئات في البدايه 2005 تحت اشراف كابتن شطه، تحت اشراف كابتن خالد بيبو، تحت اشراف كابتن بدر رجب، وفي الاخر تحت اشرافي اخيرا يعني. فالموضوع واضح للكل لانه في بلبله حصلت الفتره اللي فاتت وانا مستاء كنت منها. بس التوضيح مهم يا كابتن اميره، وده توضيح ايضا مهم جدا عشان ده كان سؤالي اللي جاي. احنا دلوقتي بنتحدث عن فريق للناشئات، النادي الاهلي مثلا مش هيتحرك لضم لاعبات جدد مثلا الفتره ديت، هو فقط هيستنى الاختبارات واللعيبه تخش، انا كده فاهم صح؟ دي حقيقه. الفكره بس كلها في نقطه صغيره جدا. انا مش همنع لعيبه ان هي عايزه تيجي تلعب عندنا، وهي لعيبه تبقى موهوبه او كواليفايد او بتلعب في نادي يعني وات ايفر بتلعب في نادي، اكيد مش هقول دي حاجه تشرفنا وحاجه تسعدنا واضافه لينا، واحنا هنكون اضافه ليها برضو، لان يكفي ان هي تلعب باسم او بتشيرت النادي الاهلي، دي حاجه كبيره جدا ليها. يعني اللي انا فهمته ان الاهلي مش هيروح يخبط الباب على نادي ياخد لاعيبه، لو اللاعيبه جت النادي الاهلي ومش مرتبطه بتعاقد ولا حاجه فاهلا وسهلا بيها لو هي موهوبه. اهلا وسهلا بيها لو هي موهوبه طبعا، لكن انا لا مش هنعمل ده. عشان بس الكلام يكون واضح. اول حاجه انا بقالي موسمين في الاكاديميه شغالين على مواهب وشغالين على عناصر واعداد كبيره جدا، فطبيعي ان انا اول حاجه هبص عليها الاولويه هتبقى من الاكاديميه 100%. صحيح. بنسبه 50 60% الاولويه من الاكاديميه. مفهوم. تمام. مفهوم. فطبيعي اكيد هيكون عندي نواقص. النواقص دي انا هاخدها من الاختبارات. اي حد في جميع انحاء الجمهوريه عنده موهبه يجي يشرفنا يوم 5 ويوم 6 7 بعد العيد ان شاء الله في نفس المواعيد اللي حضرتك بلغت بيها. كلنا هنكون متواجدين، كابتن بدر رجب وكابتن شطه، كابتن خالد بيبو، هنشرف على المدربات الاكاديميه وهنشوف المواهب والنواقص، وان شاء الله يكون يعني الاختيارات تكون اضافه لينا باذن الله في الفتره اللي جايه. عظيم. فالباب مفتوح للناس كلها. طبعا انا اخذنا المواليد طبعا، ان احنا عندنا في الكره النسائيه ما عندناش لسه
مسابقات غير مسابقة مثلا 2005، فطبيعي بناخد الأعمار اللي هي الأصغر. لو لقينا حد موهوب في الأعمار الأصغر دي كلها طبعا دي حاجة هتبقى كويسة جدا لينا. طيب امتى بقى الخطة، ايه الخطة بتاعت النادي الأهلي في المستقبل ايه ان شاء الله؟ يعني احنا دلوقتي بنتكلم في فريق ناشئات، امتى الأهلي هيشارك في فريق بفريق أول في الدوري الممتاز؟ الخطة طويلة الأمد، يعني لو اتكلمنا على دلوقتي دي خطوة، الخطة بتاعت النادي الأهلي لهذا الأمر ايه؟ هي طبعا زي ما قلنا في البداية احنا عملنا الأكاديميات في مدينة نصر والشيخ زايد، وكمان احنا ابتدينا كمان السيزون الجديد، وان شاء الله بإذن الله قريبا هنفتح فرع التجمع. تمام، دي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية طبعا انت ما بتبتديش بقى من فوق على طول، انت كده كده ماشي واحدة واحدة. فالخطوة بعد الأكاديميات بدأنا بفريق 2005، ان شاء الله بإذن الله يثبت كفاءته ونجاحه ونبتدي في الخطوة اللي بعدها اللي هي الطبيعية. فريق أول، وطبعا الناشئات هم اللي هيساعدونا في الفريق الأول. صحيح، فلازم العناصر اللي تبقى موجودة تبقى قادرة ان هي تكمل معانا وتبقى النواة بتاعتنا بتاعت الفريق الأول. طب لان انا مش اتفضلي لان انا مش هيبقى الـ الاساس ان انا اخد من نوادي، لان انا عندي اوريدي قاعده خلاص. يعني عظيم. انا احنا بنينا القاعده في الاهلي، مفهوم. فانا عندي الـ العناصر، واتمنى ان ربنا يوفقنا في الفتره اللي جايه ويبقى معانا عناصر كويسه تقدر تكمل معانا سنين قدام. طيب على ضوء خبرتك كابتن اميره، انا عايز افهم حاجه، هل فتره الاختبارات اللي جايه دي ان شاء الله اليومين دول تتوقع إقبال كبير على الاختبارات؟ أكيد طبعا، يعني أكيد. أنا متفائلة بيها جدا، خصوصا إن إحنا إن هي مجانية كمان، فأي حد يقدر يجي، مش شرط إن هو يبقى قادر أو مش قادر، بالعكس إحنا بهدفنا إن إحنا بننشر اللعبة وبنشجع وهنفتح الباب قصاد الناس كلها، وهندي فرص كتير جدا جدا من جوه الاكاديميه ومن بره الاكاديميه. وطول ما احنا حتى شغالين هي القيد اصلا مفتوح عندنا. صحيح. فكل شهر القيد في الناشئين بيفتح. صحيح. بيفتح اسبوع. صحيح. فعندنا فرصه طول السيزون ان احنا ندي فرص الموضوع ما قفل، مش هيقفل من الاول وخلاص، لا بالعكس هيبقى عندنا فرص كتير. ونتمنى الخير ان شاء الله للناس كلها ان شاء الله. كابتن اميره يوسف مديره اكاديميه النادي الاهلي للكره النسائيه، مليون مبروك، خطوه عظيمه كالعاده من النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا. خد بالك الكره النسائيه، انت ممكن دلوقتي بالنسبه لك ايه اهميه الخبر، يعني ما انا اصلا مش مهتم يعني بالكره النسائيه، انا بتاع كره قدم، انا بتاع قفشه وكهربا وشريف. طبعا 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 في العالم الاولويه لكره القدم رجال، ولكن لو حضرتك بقى مش متابع، فنهاية دوري أبطال أوروبا الاستاد كان مليان، نهاية دوري أبطال أوروبا للكرة النسائية الاستاد كان مليان عن آخره، كأس العالم للكرة النسائية معظم المباريات الاستاد كان مليان على آخره. طيب إمتى الناس تبدأ تهتم اهتمام كبير بالكرة النسائية؟ أقول لك أنا، لما النادي الأهلي يبقى عنده فريق، لما نادي الزمالك يبقى عنده فريق، لما النادي الإسماعيلي يبقى عنده فريق، لما النادي المصري، الاتحاد، غزل المحله، الانديه الجماهيريه يبقى عندها فرق. ليه؟ تلقائيا كده، لما اقول لك النهارده في مباراه قمه بين الاهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز للكره النسائيه، تلقائيا هتبقى عايز تتفرج، تلقائيا هتبقى عايز تشوف، تلقائيا هتشجع وتساند فرقتك، والموضوع يسخن معانا ونبدا نتابع ونبدا نشوف المباريات ونبدا نشوف المسابقات. معظم الانديه اللي كانت بتلعب كره نسائيه الفتره الماضيه في الدوري هي مش انديه جماهيريه، فالناس ما كانتش مهتمه، مش عشان مش عايز تهتم بالكره النسائيه، عشان هي ما بتشجعش اوريدي الانديه ديت. لكن لما عشان كده كنت دايما الوم على تاخر الاهلي والزمالك والانديه الجماهيريه في انشاء فرق للكره النسائيه. فالنهارده دي خطوه عظيمه جدا من النادي الاهلي، خبر اسعدني جدا انه الاهلي اخيرا اصبح له فريق للكره النسائيه. كان عنده اكاديميات بنات بتروح وتلعب وتتدرب بس ما بتشاركش في مسابقات رسميه، ولكن دلوقتي بقى في فريق للكره النسائيه في النادي الاهلي، خطوه عظيمه، واتمنى كل الانديه الجماهيريه تحديدا تبدا تاخد هذه الخطوات.